السلام عليكم. أم أمير، أنا خياطة من 25 سنة تقريبا. من سنة 78 بديت. كان عندي بنت صغيرة، طفلة صغيرة، فكنت أحب ألبسها كتير يعني، وأحب إنه بداية إنه هيك. أنا بعشق الخياطة، بحب يعني، بس ما بعرف. فانتسبت للاتحاد النسائي، رحت وطلعت الأولى بالدورة الحمد لله، وعطوني شهادة، بس ما رضي زوجي أتوظف يعني عندهم، وصرت أخيط إلي ولبنتي. بعدها صارت بنتين وثلاثة، فأخيط لهم دائما وأخيط إلي، والخلق كتير يعجبه، بس أنا ما يعجبني يعني. أعرف كل ما أخيط أعرف إيش هو العذر، إيش هو النقطة اللي أنا يعني ما عجبتني في هالشغلة. أخيط أي موديل يعني، ما كان يتعداني، بس لبس بورات يعني. كانت جاهز كتير كتير قليل، والخياطات ما يفهموا علي. لما أروح أخيط عند خياطة ما تفهم علي إيش بدي إيش ما بدي. أنا كنت كتير متابعة من المجلات، أشتري مجلات أزياء الملكة، ملكة بريطانيا، العظماء، أتابع مصممين الأزياء، أتابع إيش بصمموا وآخذ تصميمات وهيك، وأبحث بهالموضوع. فهون اندليت على مجلة بوردة بالتلان من مكتبة، أدخل على المكتبات كتير. كان عندي عشق في المكتبات يعني، أنا بحب المطالعة كتير. فشفت هاي، سألته شلون، فقال لي هيك، شرح لي، أخذتها، صرت أنا مشتركة فيها. فأطالع الباترون جاهز والموديل بدي إياه جاهز وألبسه. هون كتير يعجبون الأصدقاء، الخلق، وين ما رحت إنه أنا لابسة جديد، وبنتي لابسة جديد، بناتي لبستهم جديد. أروح أتفرج على المحلات اللي كتير أسعارها مرتفعة، مثل محطة بغداد والأزرق، هدول كتير أسعارهم كانت مرتفعة. فأساوي نفس الموديلات بس ما ألاقي نفس القماش تقريبا يعني، شيء بيشبهه. كتير يحبوا، صاروا يشجعوني اللي حوالي إنه خيطينا للأولاد مثلهم، مثل مفرجيك الموديل وخيطينا. من هون بديت يعني، صرت أخيط الخفيف كتير كتير، بس ما حسيت إنه هذا شيء يعني بيعطيني مردود. كان حالة فقر يعني، حالة كتير فقر يعني. زوجي كان كتير يتعطل عن العمل، كتير يبرك بلا شغل بالشتاء، إنه نجار هو. وأنا كتير عندي طموح يعني، لأنه يكون عندي شيء أحلى، بيتي ما ينقصه شيء، ما كان عندي شيء أبداً أبداً. جيت قلت لحالي لازم يعني أطور حالي، لازم يكون عندي أتطور أكثر. فرحت مرة عند خياطة سمعت عنها كتير كويسة، قلت لها أنا عندي هالقماشة. كانت قماشة كتير ثقيلة، وعرس أخوي جاي، وأنا ما بعرف أفصل القماشة ثقيل، بخاف يعني. قالت لي ليش بتخيطي؟ قلت لها إيه بخيط. قال أنا مالي فاضي، بفصل لك إياها وأنتِ خيطية. قلت لها لا، بتعلميني؟ أنا بتعلم عندك، بجي بتعلم عندك، بداوم عندك. قال لا أشوف والله. وقت اللي فصلت لي إياها، وكانت كتير غالية القماشة، أبوي كان جايب لي إياها من درعا. فوقت اللي صرت أساوية وشافتها قال أنتِ بتصيري أحسن مني، فداومي عندي. كان على إيدي طفلة صغيرة عمرها 4 شهور. كنت أروح من صلاح الدين للأطرجي يومياً، وأرجع على البيت أداوم عندها شي 7 ساعات. من كتر ما يعني صار عندي حب للخياطة يعني، للموديلات. إيه والحمد لله يعني أتقنت يعني هالشي عندها مدة 2 شهر ونص يعني، لها فضل كتير كان كبير علي. وهي كانت بتحبني كتير كتير، تقول لهم يعني، تنقذني من يعني أقول وينك يا أم أمير، تجي تنقذيني من يوم أنا واقعة في ضيق يعني، بخياطة أو بطبخة أو بشي. فأنا وقت اللي أجي أكون غايبة، سبحان الله هيك كأنه حس هيك، أجي لعندها تقول لي الله جابك. فكتير كانت هي متعاونة معي. وبعدين قطعت أخبار عني، وأنا لأنه مشيت في الطريق تحديت. أول بدلة بخيطة كان حقها 10,000 ليرة. قلت لها لصاحبتها أنا بدي أخيط، مرت أخوي جايب لي إياها من الهند أبوها. قلت لها أنا بدي أخيطها. قالوا إذا تشركت، قلت لها بعطيكي حقها. قلت لو إذا صارت بدي أجرتها 2000 ليرة، يعني شغلة يعني ل 2000 ليرة. فقال متفقين. فأنا أخذت القماشة ورحت، بس خايفة كتير خايفة، ورحت لعند معلمتي، كنت أقول معلمتي قلت لها هيك هيك هي. قال ما رح أساعدك فيها، أنتِ رح تطلعي منها. قلت لها بس أعطيني فكرة، لأن هي كتير إلها تفريغ وإلها كنارات وإلها رش وإلها ألماس، يعني البدلة هي حد ذاتها يعني أسطورة، يعني قد ما فيها، بس بدها فنان يشتغل فيها البدلة قد ما حلوة يعني كقماشة. أول مرة بتيجي هيك، يعني نحن لعنا في قماش بس غالي جدا جدا بحلب، بس هيك بهنت كانت شيء جديد يعني. فرحت على البيت ونمت وأنا بفكر شلون بدي أساويها، فشفت في المنام الموديل اللي بدي أساويها إياه. فقت بالليل، صحيت شي الساعة 2 بالليل، بركت رسمت الموديل. أنا ما بحب الرسم أبدا أبدا، ولا كنت عندي هواية رسم، بس سبحان الله الحب للخياطة خلاني أرسم. رسمت الموديل وبركت، خططته بالليل ونفذته على قص على الورق. وفقت ويعني فرحانه كثير، يعني ما نمت، سرشته وركزته ودقيت لها لمرت اخوي، كانت هي مرت اخوي، قلت لها تعي اليوم قيسي الفستان. قال الله لا يعطيك عافيه، ان شاء الله اذا كان بتشركي لقماشه، يعني لانه شايفيني على انا فساتين قماشات خفيفه. فاجت وقلت لها لا تاكلي هم، انت بس لا توانوني وتوكلي على الله. طلعت بدله رائعه بعد الوقت اللي انتهيت، فعلا يعني طلعت بدله. ومن هون بديت يعني بدي مشواري، قلت يا بدي ابدا انطلاقه قويه، يا بدي اتم باشتغل بشيء قليل. فانا ما هذا طموحي انه اشتغل، فبدي انا بحب كثير التصميم. كان عندي طموح انه انا اخيط لمرت رئيس، اخيط لملكه، لاميره، انا هيك طموحي كان. اتابع ام كلثوم، كنت صغيره كثير اتابع، ما اتابع غنيها، اتابع زيها، لاني كانت سيده كثير. وقت اللي غيرت لبسها ام كلثوم فعرفت مين هي، كانت المدام فاس، وهي كانت اللي غيرت لها تيبها كله، لوكها كله بالازياء وبالهي. فبعدها كمان طلعت الاميره ديانا، كنت متابعتها، متابعه ازيائها كلهم، يعني انفذ، يعني اللي اروح على المجلات اجيب مجلات وهيك. فكان من هون انه انا بشتغل شغل حديث جدا وشغل ما في منه، يعني وقت اللي صارت انطلاقتي يجوا لعندي انه نحن منا بدله ما حيكون في منا ثاني، ما يكون حدا لبس منا في نطاق سوريا حلب يعني. فالحمد لله اعمل لهم شيء فعلا يعني محروف. فصاروا يجوا لعندي 3 مثلا من بيت العروس او من بيت العريس، يعني هم 3 اشخاص، انه ما بدهم يكونوا مثل بعضهم. فالحمد لله يكون فعلا 3 ما في ولا اي شيء، حتى لو كانت القماشه وحده، يعني حتى لو اللون واحد. يعني تجار عندهم القماش يجيبوا القماش، فانه نحن هذا القماش فاغير فيه. حتى انا عندي جرأة في الالوان، في تداخل الالوان كثير، يعني كنت انزل لون مع لون ثاني، يعني يستغربوا، فبعدها يطلع موضته. يعني مرة دخلت اللون الوردي، دخلت له كتير البدلة أوفر، حمارة وردية كتير أوفر، وهي كانت كوبونة مرشوشة، ففيها حجر بسيط زيتي هيك كموني، وفيها حجر شو اسمه خشب. فدخلت لها البطانة في لها مثلثات تفريغ كموني، ودخلت لها الشيفونات، كنت كتير أحب الشيفون، أدخله فيه كتير موديلات كموني. فوقت اللي عروس دخلت العروس يقولوا يعني شيء غريب جدا يعني. فكنت الهندي ابرع فيه، موديل الهندي بيقولوا يعني من بعدك ما حدا يخيط الهندي بكافه انواعه، ما هو قماش هندي، قماش عادي واسويه هندي، كالموديل هندي، التيب هندي، ما في عروس ما تلبس من عندي هندي. يعني امس عم بعلق لوحده، عم بعلق بدها خياطه بجروب، فأنا خياطة، قامت وحدة علقت لي إيه والله يا خالد بتعرفني، خيطتي لي بدلة السوداء من بحلب، ولهلا لا شفت منها ولا حدا لبس منها. فعلا كنت أخيط بدلة العروس، يعني أقول يمكن ما رح أرجع أخيط تاني مثله، فالله بعدها يعطيني فتح وأخيط أحلى منه. يعني أنا يعني غايتي قال لهم انا وقت اللي بخيط بدي تحبوا البدله تحبوها ما تملوا منها، قولوا لي بغير، يعني لاخر لحظه انا بغير. هذا ما صار معنا، هذا صار معنا، يعني هن انا عم بشتغل لهم بس ما عرفانين ايش عم بشتغل لهم. انا من عندي يمكن لاخر لحظه يطلع معي موديل جديد، شغله جديده حلوه، اكسسوار جديد، يعني يطلع معي سبحان الله فضل الله كثير. بس كانت في هنيك محاربات كثير بسوريا ضدي، شي ما انشهر واغلل السعر. هي كانت كثير نقطه عندي مهمه، يعني انا كانت بيتي بزق لك منطقه درويشه، منطقه شعبيه، فبدا يجوا انا عم بخيط للزازات مثل ما بقولوا للعائلات، مش شهباء، من حلب جديده، من كذا. فوقت اللي يدخلوا مدلولين علي، يدخلوا يجيبها جوزي الا جاي على الحاره تقول له بس شوف بكره يعني الخياطه واذا. فوحده مره اجت لعندي جايبه قماشه ما كثير حلوه، القماشه بس شريتها غاليه كثير. قال دخلت يعني من عيله وعندهم محلات البسه جاهزه بالعزيه، بعباره العزيه. فوقت دخلت الزوجه قال ايش مدخلتيني على هالحاره؟ قلت له بس انا داخله على انساني، ماني داخله على الحاره. فهي كانت عمرها شي 18 سنه، هي زبونتي، اهلا مخيطين عندي. فدخلت وجايبت لي، قال خالي انا هي قماشتي ومخيطه، انا عم بخيط لكل بيت اهله، يعني لكل بيت العروس. فانا زوجي ما بيدفع لي كري اذا ما عجبته، ما هيك هو بده يشوفها يعني ليدفع لي كري. قلت لها بس انا بدي 5000 ليره، هون هذا رقم الي خيالي. ايه اذا عجبته بيعطيكي، اذا ما عجبته فما رح تحلمي ولا فرنك، انت وشطارتك. قلت لها تكرمي. فكتير كان جوزها قاسي عليها، يعني هي بتخاف منه يعني بشكل. يعني جيت والله وخيطت لها اياها وهي بخيط لها، قلت لها ما تحكي بس انت قولي لي هون ما ركز، هون ما صيبت معي، هون مضايقني، هون بس لا تعترضي لي على الموديل ابدا ابدا للنهايه. فانا كان عندي جيرانين كنت اشترك اجيب مجلوح حقهم غالي، فالتصاميم الاساسيه. فوقت لاجيب عندي كثير جرانين، مجلات وجرانين، تصاميم الاساسيه، اخذ من هاد فكره، من هاد فكره، من هاد فكره، يعني ابرك يمكن يوم كامل انا عم بقلب لاخذ فكره. فخيطت لها اياها وعملت لها كان اكسسوار هون على الزند، كان شيء كثير غريب، هذا من افكاري يعني. وقت لبستها خلصت لبستها جوزها تحت، فانا طابق ثاني بيدي، يعني هي البنايه انه قالت لي يا الله خالي ما معقول شو هالبدله، بدي انزل مو ما في حدا، بدي انزل افرجيها لزوجي. قلت لها لا ما في حدا في مدخل البنايه، كان الوقت الساعه شي 11 بالليل لانه لا يخلصوا من شغلهم لا يجيبوهم، كنت استقبل الساعه 12 بالليل. فجابوا جابها وقت نزلت قال له واو يعني بتستاهل فوق 5000. ايه عدنا كثير، يعني كانوا يدقوا لي ما يستنوا ليرجعوا من العرس، خالي يسلموا ايديك يعني شيء روعه. يعني يدخلوا مثلا عرسهم بصاله فندق الامير، مره انا ما اروح يعني كنت تعبانه كثير، فكلهم صاروا يدقوا لي على التليفون الارضي يا خالي، يعني ما بتتصوري نحن كنا شيء شغله، يعني الخلق انبهرت. يعني مره كمان خيطت لكناين، دقت لي الحمايه ثاني يوم الصباحيه عرس ابنها، خيط لها كناية تبتدي تقول لي الله يبيض وجهك، الله يبيض اصلك، ملكات انا كنايني صاروا ملكات ملكات. يعني وحده قالت لي انا بدي مثل اميره ماري انطوانيت بدله، فسويت لها جبت ازياء ماري انطوانيت ودخلت فيها كذا شغله، والقماشه جبتها ثقيله فكانت فعلا مثل ماري انطوانيت. يعني كان كثير بحلب، يعني انا ما يسالوني، ما يحددوا لي ابدا انه ايش بدهم ايش ما بدهم، كانوا واثقين جدا. انا بالمحرر اجتني فكره انه كثير الايتام، صرت انا اروح اعلم الايتام اشغال كروشيه وهيك شغلات يعني، فلقيت اللباس كتير كتير غالي وقليل عليهم، فحطيت الفكرة في راسي إنه أنا أشتغل لهم. في شاب ساعدني انه بتدخلي في مشروع، في مشاريع صغيره بتدعم، قلت لهم ايه، فكتبت مشروعي ووافقوا لي عليه وجبت الماكينات والقماش وامنت هالشغلات. بس قامت الايام انتقلنا وطلعنا من البيت ويعني المشروع ما يعني ما كمل، وطلعنا من حلب بعدها، وطلعنا من حلب بالارياف كمان كثير اساعد الناس، يعني هي الشنتايته مالها صحابي حرام اطلع، كلهم يعني طالعين وفقرة يعني تاركين كل شيء، فقال هاتي انا بصلحي نشتري السحاب كله لوجه الله اشتغل. كثير اشتغلت في الارياف ثاني، انا بركب في الارياف وعم بساعد يعني، وحده علمتها انه تصلح يعني، قال انا خالي عندي ماكينه، قلت لها بعلمك تصلحي هون، بس اذا طلعت يعني انا رحت ما كملت ما بتعتبي علي. المهم علمتها واستفادت شوي يعني ما كثير. المهم بعدها صرنا نطلع بقى، اطلع تركيا، طلعوا اولادي وانا لازم الحقهم يعني، وانا في الي هون اولاد في تركيا، بنات بناتي، ف يعني تشتتت لبين طلعت. المهم وقت طلعت راسا فكرت انه لازم انا اشتغل، ما اخرج ابروك موت يعني، يأس يعني، افكار الماضي كثير يعني، المعاناه اللي عانيناها كثير صعبه. فاعرضوا شوي اولادي ما رديت، نزلت منشور فورا في الليل، هو الساعه شي 12 بالليل نزلت المنشور على صبايا غازي عنتاب، كان هون انا دخلت بالجروب ايه، وصار ثاني يوم صار يدقوا لي ويجوا لي، يجيني انا ما عندي ماكينه، وصار يجيني زبونات، صار يجيني شغل يقول لي خالي قصر فيها، اقول لهم لسه ما اشتريت ماكينه، طب بدي اشتري ماكينه اروح اتفرج غالي جدا. انا شفت الا بنتي شريت لي من اليوزبير ماكينه، هي اول ماكينه ولا يعني هيك محبه في قلبي خاصه، وبديت فيها يعني صرت اشتغل الحمد لله. وصار يجوا، اول ما اشتغلت كمان بدلات، 3 بدلات هندي وكذا يعني شغلات حلوه، والحمد لله يعني فورا يعني في ناس تعجبت انه فورا اجت زباين، ايه الرزق على الله ما شرط يعني، وخبره انا يعني في عندي خبره 25 سنه قبل الازمه ايه، فبدينا بالتصليح كمان. كان عندي انا ما كنت احب التصليح ابدا، حتى لبيتي ما كنت اصلح ابرك يعني بنت، فابدعت في التصليح حتى للبنطلونات الرجالي يجيبوا لي انه اعمل لهم اسلوب يعني شغله انه المهتري كذا، فكان كثير عندي هي وارد دخل انه هالتصليح. الصبايا شارين غرض ما حلو يعني يجيبوا لي اياه تضييق وكذا، فحبوا يعني هالشيء، والحمد لله يعني باشرنا وعم بشتغل. بس كان بيتي طابق رابع، يقولوا لي صعب كثير بدنا نتركك كرمال الطابق الرابع، قال لهم انا عم بطلع، انا يعني مريضه ومعي ديسك ومعي كذا يعني، انا ما بصير، ممنوعه من الشغل وممنوعه من انه انا اطلع درج. ففكرت انه اغير البيت لا صحتي ولا كرمال زبوناتي، وجيت طابق ارضي والحمد لله يعني. كثير هلا بيتحمدوا الله انه انا صار بيتي ارضي وعم بيجوني، والحمد لله كل ما بسلم الله بيبعت شيء ثاني يعني. وقت اللي بشوف وحده ناشره غرض فانا بعلق لحالي انه انا خياطه، ما بشوف من الصبايا حدا، بس بيسالوا بعضهم وقت اللي بيجوا بيقولوا كثير مدحوا منك وكثير انه خياطك كويس، بقول الحمد لله بشوف انه شيء مردود. حتى امس انا بالتعليقات مشتركه بجروب ايه، وحده بدها كثير فستان حلو وثقيل وما في منه في السوق، قلت لها فانا بخيط لك وبتلاقي عندي طلبك وكذا، هيك علقت لها. وحده علقت لي من بنات اللي بعرفهم من حلب، قال ايه والله يا خالي انا خيطت لي فستان اسود ومن بعده ما حدا لا لبس هيك فستان، وانا لحد هلا تركته في حلب، لحد هلا ما يعني بحبه وبتمنى انه اساوي مثله يعني الفستان. قلت لها دخيل عينك يعني لقيت حدا يعني اي والله اي والله، والحمد لله يعني كلهم ممنونين وبيجوا يعني. بس هون في مشكله كثير كثير كبيره، بدهم بسعر رخيص اللي بالسوق الخياطه، لا بدي اناسب القماش والاجره وشي يرضي الزبون وشي محروف وباسعار بدها تكون قليله يعني. هون بالسوق في اوفر، في اسعار كثير غاليه وبيروحوا بيشتروا يعني انه السعر غالي ولو كان انه متكرر، فلما بيجوا لعندي بده يلبسوا شيء يعني، هي عم بعاني منه نقطه، ما بحسن ابدع هون ابدا، عم بمشي على طلبهم. ليش؟ لانه السعر اللي عم بيقولوا لي اياه ما بيناسب انه انا اشتغل فيه بدي ولا ابدع فيه ولا احط تكلفه فيه. فكانت انا عندي بحلب الحريه المطلقه، يعني شو ما صار التكلفه يعطوني، ما حدا يجادلني ابدا على التكلفه، لا هون لا ابدا، بيقولوا لي لو زاد بيزيد علي انا. فصلتي هيك خلص هيك، يعني اذا بضيف شيء بسيط فبيكون على حسابي هون، ما بيكون على حسابهم. فانا احيانا بضيف والله ما بطلع. يعني مره عروس اجت بدها برلو خفيفه القماش لقيته بالسوق، انا فصلته على قماش الساتان خفيفه، لقيت احلى قماش اكوس بما انه هي عروس وبدله بيضه ومش هتطلع، فجبته ثقيل. قلت لها يا بنتي انا هذا ما راح يطلع لي اجره منه، يعني انا جبته بسعر الفيصل، قلت له قماشه على قماشه بسعر الفصل، وانت بدك تحطي، انا فاصله معك وانت بدك تحطي. فشالت 10 ليرات اعطتني وقلت لها خلص لانه انا فاصله معك. فانا طلعت يعني تقريبا خسرانه، يعني هون بتطلع ما هو مثل اولي، لانه حتى لو كان الشعب واحد ما اختلف الشعب، يعني الشعب سوري سوري، بس هون ما عم بيقدروا انه هي قطعه بتاخذ وقت اكثر، تاخذ تكلفه اكثر لتطلع مميزه جدا. ايه ما عم بشتغل شيء مميز، يعني بشتغل مميز حسب الاستطاعه اللي مسمحت لي. بس يعني انا عم بتمنى انه تجيني زبونه وتقول لي ساوي لي شيء فيه ابداع، في شيء انه بيناسب العصر. انا هلا متابعه ازياء ميدلتون، كينت ميدلتون وهدول الاميرات كلهم متابعه ازيائهم. فمره وحده حاطه انه بدها جاكيت طويل، طلعت لكيت، فقلت لها على سعره كثير، يعني حسبته يعني لا نهائي حد نهائي، قال كثير خالي. قلت لها بس انت عم تلبسي لبس اميره وبده يطلع مثله، يعني لازم تدفعي، يعني هون ما لازم تحسبي يا بنتي. اولا قال في عندها 3 موديلات، هي حمل جاكيت جوخ حمل، قلت لها هن بيصمموا لهم بصمموا الزي وبيسووا منه نفسه على كذا لون حسب الزيارات اللي بدها تطلع. فهي اميره، فانت بدك تلبسي مثله، ما راح تحطي السعر مثله، فصعب كثير، يعني صعب كثير انه انا بدي اطالع لك مثله وما اكون انا مرتاحه نفسيا. يعني كمان بيلعب دور الوقت، هي كثير كثير هون نقطه عم بعانيها. يعني هلا هون انا وقت اللي جيت محبطه، ما في مصاري ما في شيء، معانيه كثير، بس لا انا ليش استسلم للياس، انا لازم اكون فعاله، لازم انا انقذ اولادي، انا بحب اولادي يدرسوا، ما بحب اولادي يشتغلوا في المعامل، واي هلا الشباب عم بتدمر مستقبلهم. لا معلش، مع تنظيم الوقت مع فكره جديده مع امل بيعطي القوه وانه بننهض. انا هلا عندي كثير يعني فكرة انه انا اساوي، وبحب اساوي مشروع خيري، البس اولاد لبس ثقيل ولبس كويس للايتام، يعني يفرحوا فيه، وان شاء الله بدي احقق. حتى دائما عم بسابر لانه الله يبعث لي الدعم، الله يبعث لي شيء لانه انا احقق انه دخل الي كويس واعمل مشروع يعني خيري. بحب كثير المشاريع الخيرية، بحب انه انا اعمل شيء افيد منه، يكون إلي أثر فيه. أنا بوجه رسالة لكل الشباب ولكل الصبايا ما يأسوا، هون صح صعب، هون صح بس بيخلق ربنا نقطة من اليأس أمل، وهالأمل هالنقطة الضوء بتشع لما نحن منتابعها ولما نحن منطورها ومنفكر نفيد الناس ونستفيد، فالله سبحانه وتعالى ما يتخلى عنا أبدا أبدا. وفعلا أنا هيك يعني جيت، وكثير ناس بيتعجبوا يعني من اصدقائي بيسالوني في عندك زباين؟ بقول لهم الحمد لله، ودائما بسلم الله بيعطيني عقد صحتي، يعني انا صحتي ما بتتحمل انه انا استلم شيء كثير لحالي، لانه ما عم بحسن اجيب بنات. فدائما الله سبحانه وتعالى ايش بطلب من ربي فبيعطيني، لانه عندي الامل دائما انه انا بدي افيد واستفيد، ما ابدا ما بيأس، ولا بحب اليأس لاي انسان، لأي شاب ولا أي صبية يقولوا ما عندنا شغل أبداً.